احنا بنتكلم على الموضوع كريتيكال جدا، موضوع خطر جدا، موضوع خطير بجد، بين الشخير وحدوث تلف في الشرايين السباتية. عيان الشخير ده عيان كل الأنف والأذن. أنا ببقى عارف إن العيان ده هيخش يقول لي أنا عندي مشكلة شخير وعندي مشكلة توقف النفس، ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب، فترات تغيير الفصول دي فترات كارثية، بينام ومش قادر يتنفس. أهلا بيك في عالم الجيوب الأنفية. الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. أهلا بكم. شيء في منتهى الأهمية والخطور، النوم أثناء القيادة. في دراسة أمريكية أكدت أنه 35% من قائدي السيارات في الولايات المتحدة بيناموا أقل من 7 ساعات، ودي يؤدي إلى حوادث متعددة. احنا شايفين الأخ ده هو نام وهو سايق، وطبعا الحادثة في ثانية، يعني هو نام ثانيتين بس أو ثلاث، لعب في ودانه ونام، حادثة على طول. اهي الراجل رغم وزنه القوي دوت، الحادثه ما فيش، ما بترحمش، رجع في الشنطه ورا بتاعه العربيه اهو، حاجه خطيره جدا. ده اخطر بقى، ده بقى سواق طبعا اتوبيس نام اثناء، طبعا مش بقى هو اللي تعرض للمشكله بس، لا، الغلابه للمساكين اللي على شماله دول واقفين في الطريق، وده برضو نفس الكلام، اتوبيس ونام برضو، وهوبا الحادثه في ثانيه، يعني الست اللي جنبه يعني في رعب شديد. ده بقى اظرفهم بقى، ده نام والاتوبيس راح في المزارع الخضراء والمساحات اشتغلت ودخل في الغابات وصحي، لاجل حظه الحلو انه ما فيش حاجه يعني خطيره كانت في الطريق، ورجع ثاني للطريق القوي. الموضوع ده في منتهى الخطوره يا جماعه، لانه ال 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 قلة النوم تؤدي إلى مشاكل أثناء القيادة، في تؤدي إلى ممكن تموت، مش الإنسان بس، مش هو اللي ممكن يروح فيها، ما هو الحوادث دي بيروح فيها هو وبيروح فيها ناس أبرياء تاني ماشيين تمام في طريقهم 100 فل و14، ما حدش غلط، ده كله بسبب قلة النوم، الناس ما نامتش كويس. طبعا ليها أسباب كتيرة، ممكن أنت ما طبقت يومين ورا بعض، ما نمتش، مش عارف إيه الكلام ده كله، خدت ترامادول، كل ده بيعمل نوم مفاجئ. لكن في حاجة تانية مهمة اسمها الشخير، صعوبة دخول الهواء في مجرى الهواء يؤدي إلى نقص الأكسجين اللي داخل الجسم، والواحد ينام يقولك والله أنا نمت امبارح 7 ساعات، بس أنت ما نمتش كويس، أنت ما دخلش الأكسجين جسمك بشكل كويس، كل شوية تصحى، عندك حالة اسمها سليب أبنيا سندروم، متلازمة ضيق التنفس، متلازمة صعوبة التنفس أثناء النوم، فده يؤدي إلى أنك أنت صاحي من النوم 7 ساعات في السرير أو 8 ساعات أو حتى 10 ساعات في السرير، لكن النوم الفعلي فيهم قليل جدا. فقمت مش واخد كفايتك من النوم، ركبت عربيتك مشيت، وانت في الطريق صعوبة دخول الهواء قللت الأكسجين مرة أخرى، هوب رحت جاي نايم، في ثانية حصلت الحادثة. المرور لازم ياخد باله طبعا، هو صعب انك تاخد بالك في الأكمنة من مين اللي نايم قدامك وانت داخل عليك في الكمين، عينك تبص واحد شكله بينام وهو في الركنة بيسقط قدامك، مش عارف ايه، خد بالك. انا بتكلم لرجال المرور، وان كان الموضوع صعب النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن الشخير، وعندنا حلقة مهمة جدا من ناحية الطبية ومن ناحية امن الطرق، من ناحية امن المرور. ضيفي العزيز استاذ الدكتور هشام ابراهيم، اهلا بيك يا دكتور هشام ابراهيم، نورنا. اهلا بيك يا دكتور ايمن، اهلا بيك. حقيقة معانا النهاردة ضيف يسعدني جدا ان هو يكون معانا، هو ضيفي وضيفك واحد مرضى الدكتور هشام الذي اجرى جراحة خاصة بمشاكل النوم، الاستاذ محمد عبد الفتاح. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا يا دكتور، منورنا. الله يخليك. عايز ابدا بالاحصائيات، انه مرض الشخير او مريض الشخير معرض للحادثة 2.5 ضعف مرتين ونص عن غيره، الكلام ده عايزين نشرحه للناس بالراحة ونفهمهم ليه هو معرض مرتين ونص أكتر. أولا أشكر حضرتك جدا للمقدمة الهائلة، المقدمة الشاملة طبيا واجتماعيا وأمنيا ومروريا وكل شيء. الحقيقة لما احنا بنقول إن مريض الشخير
ضعفين ونص عنده قابليه لعمل الحوادث، ده معناه ان احنا لو عندنا 500 فرد مثلا بيعملوا حوادث، اكتشفوا علميا وبالستاتستكس بالاحصائيات ان 400 منهم الحادثه اللي حصلت دي بسبب موضوع قله النوم، بسبب موضوع الشخير. وانا عايز اقول ان الشخير مش بس هو الصوت العالي اللي احنا بنسمعه، طبعا الشخير صوت عالي، لكن الشخير هو انسداد وانقطاع النفس اثناء النوم، وهو ده الحقيقه المرحله المتقدمه والخطيره في موضوع الشخير. عشان كده اللي ما بينامش بالليل كويس غصب عنه طبعا كميه الاكسجين بتاعته بتبقى قليله، ولكن غصب عنه كمان ساعات النوم الفعليه، اذا نام 8 ساعات مثلا فاكشولي فعليا هو بينام 3 4 ساعات. طب اما يصحى الصبح تاني يوم لازم غصب عنه هيعوض الاربع ساعات اللي ما نامهمش، هيعوضهم بايه؟ باربع ساعات تاني؟ ابدا، هيعوضهم بثمان ساعات تاني عشان يقدر ياخد الاربع ساعات. فتخيل حضرتك ونام بليل 8 ساعات، يصحى تاني يوم عايز ينام 8 ساعات، هينامهم ازاي؟ هينامهم بقى باي طريقه، هينامهم يخطف وهو سايق، يخطف شويه نوم وهو قاعد في مناقصه، وهو قاعد في مكتب، وهو قاعد في ميكروباص، وهو سايق عربيته، وهو سايق الموتوسيكل. حقيقي في حالات ريكوردد وجات للعياده فعلا حصلت حوادث وهو راكب موتوسيكل، نام وهو راكب الموتوسيكل فعلا، وهو وزوجته وراه فعلا. حالات كتير جدا، مش هقول لحضرتك حاله واحده، دي حاجه. الحقيقه كمان في عند يعني جالي احد الاشخاص المهمين جدا بدون ذكر اسمائه، وقال لي انا عندي مشكله خطيره، انا مش بتكلم على الصوت، انا بتكلم ان انا بسافر مسافات طويله، بسافر اطلع الصين 12 ساعه ولا امريكا 12 ساعه في الطيران، انا بيبقى عندي مشكله، انا لو نمت انا ما انساش الجمله الشهيره اللي قالها لي، قال لي الا لو غفلت ثانيه واحده بصح الطياره. يا لهوي بصح الطياره من صوت شخير. بيجي لي اشخاص كتير جدا، ولسه قريب جدا يعني اخت فاضله جات لي قالت لي انا عايز اعمل عمليه شخير قبل ما اسافر الحج. ليه يا ست الحاج؟ قالت لي العمره اللي فاتت ما حدش نام معايا في الاوضه، طردوني بقى والله، قالت لي طردوني بره الاوضه ونمت على السلم. ليه؟ قالت لي ما حدش قادر ينام، وانتوا عارفين طبعا الزحام في العمره قالت لي فانا لا يمكن اسافر الحج الا اما اعمل عمليه الشخير. وغيرها الحقيقه حالات كتير جدا موضوع الشخير، اللي ما بيقدرش يروح يسافر وينام في مصيف عشان موضوع الشخير، اللي ما بيقدرش ينام في العمل بتاعه في الفترات النوم في الاماكن النوم يعني عشان الموظفين واصحابه بيخرجوه بره، ويعني مش هقول لحضرتك امثله كثيره جدا. استاذ محمد قول لي يعني هل نمت قبل كده وانت سايق؟ السنه اللي فاتت بس مؤخرا رايح اسكندريه، وتعرف حضرتك لما تبقى انت خلاص عندك خبره قبل كده ان انت بتنام وانت سايق، فجهزت نفسي ان انا مش هنام. نمت كويس، خدت كفايتي من النوم، او اتهيأ لي ان انا خدت كفايتي من النوم، ومشيت خدت طريقي ونزلت في الريست وخدت قهوه ويعني عارف كل حاجه. ومجرد ما تاني ركبت عربيتي تقريبا مش فاكر بقى المده ايه او الزمن ايه، ولقيت نفسي برضه لابس في نفس السور الحاجز اللي هو على الشمال. ما هو شمال او يمين. ايه اللي بيحصل في الحالات المرضيه اللي فيها نقص اكسجين داخل الجسم زي الحاله دي اللي هي بتعبر عنها عن نفسها اكلينيكيان بالشخير؟ نفهم الناس بقى. شوف حضرتك اللي حصل للاستاذ محمد هو فعلا كان ذكي جدا ان هو قال ان انا حاولت ان انا انام على قد ما اقدر، حاولت ان انا اخد قهوه على قد ما اقدر، وابعد عن نفسي كل الاسباب اللي ممكن تخليني انام. لكن هو السؤال المهم جدا، هل الاستاذ محمد لما نام بالليل، هل وهو نايم السبع ساعات اللي نامهم اللي هو بيقول ان هو نامهم، هل كميه الاكسجين اللي هو خدها كانت كفايه؟ لا يمكن. احنا عرضنا الحلقه اللي فاتت ان هو بياخد 50% تقريبا من الاكسجين، دي حاجه. الحاجة الثانية، الجسم علميا وعالميا ان انت عشان حضرتك تبتدي تقوم تاني يوم فايق ودماغك موزونة زي ما بنقول لازم تنام 8 ساعات، الكل خلية في جسمك ترتاح لمدة 8 ساعات. هو السؤال، هل هو الثمان ساعات اللي نامهم هم الثمان ساعات فعلا؟ لا، هو نام أربعة، فهو لازم يعوض الأربع ساعات دول. الأربع ساعات دول هيعوضهم ازاي تاني يوم؟ هيعوضهم بأي لحظة ممكن ان هو يقل الاكسجين بتاعه فيه، هو وهو مسترخي وقاعد سايق
بيبتدي يقل الاكسجين شويه بشويه، يبتدي يفتح بقه، يبتدي يحصل شخير بسيط، يبتدي يخش في نوبه نوم غصب عنه. وانس ان ساعه كميه الاكسجين بتوصل المخ قليله، بيبتدي يفقد تركيزه، بيبتدي يخش في ثواني من النوم. الثواني دي هي الكفيله بعمل كل المشاكل اللي احنا بنشوفها من الحوادث، ومن النوم اثناء المناقصات، ومن النوم اثناء ركوب الاتوبيس، ومن النوم اثناء ركوب الطياره وانت مش عايز تنام. فهو ده فعلا هو غصب عنه. والنوم في المحاضرات، في طلبه بتنام في المحاضرات كتير غصب عنها. غصب عنها طبعا طبعا، غير النقل، غير اللي سهران طول الليل على اي حاجه في فيسبوك ولا بتاع، وراح المحاضره بتاعته بينام. لكن لا، ده واحد نايم بالليل وينام تاني. هي دي النقطة. ان انا ببقى نايم بالليل السبع ساعات بتوعي، وارجع تاني يوم او تاني يوم الصبح همدان، يصحى الصبح انا ما نمتش، انا ما خدتش كفايتي من النوم. وهو ده بيبقى السبب الحقيقي في ان هو بيغفل طول النهار، وهي ده السبب الحقيقي. استاذ محمد اتطرد من شغله مرتين. اتفصل مرتين. تخيل حضرتك ان انا وانا قاعد في وسط الاستاف بتاعي بنام، ومش بنام بس، بنام وبصوت. فبقت عملية محرجة جدا، وفعلا يعني سبت شغلي مرتين. يعني الناس طبعا وهم المشكورين يعني اللي سووني، ان انا كنت بنام في وسط الناس اللي انا المفروض ان انا رئيسهم وبحفزهم على العمل. العلاج عملية، عمل عملية. ده استاذ محمد طبعا عملنا له عملية. طبعا. الحقيقة استاذ محمد كان حالة مركبة. حالة عندها مشكلة في الحلق طبعا، بعد ما عملنا له الفحوصات الكامله، كان عنده مشكله في الانف، كان عنده حاجز انفي، كان الكلام ده كله مأثر على السمع بتاعه، عامل له مشكله في ودنه جامده جدا، كان عنده الضغط في ودنه قليل جدا، والميه اللي في ودنه تحولت تقريبا الى غيره، وكانت الاذن الوسطى عشان نركب فيها الانبوبه المستديمه، يعني مش عايز اقول لحضرتك 2 مللي هم اللي لقيتهم، ده حظه الحقيقه، ده فضل من ربنا، لقيت 2 مللي هم اللي قدرت احطه فيهم الانبوب. عمليته الحقيقه كانت من العمليات اللي ربنا وفقنا فيها اولا واخيرا. انا مش عايز احبش اتكلم على العمليات، ما احبش اتكلم على النتائج، لان دايما انا بقول ان نتيجه العمليه، عمر ما الدكتور يقول نتيجه عمليتي، لكن انا دايما اقول عايز تسمع نتيجه العمليه تسمعها من المريض مش من الطبيب. الجديد ايه بقى دلوقتي؟ الجديد في العمليات ان المريض نفسه هو الجديد، والتكنولوجيا اللي بنشتغل بيها هي الجديده. التكنولوجيا دي هي عباره عن الاجهزه الجديده اللي بنستخدمها، جهاز الكوبليشن ده احدث جهاز في العالم بنستخدمه النهارده في عمليات الانف وعمليات الحلق وعمليات اللوز وعمليات الكلام ده كله، دي حاجه. والجديد الحقيقه عند العيان، ان العيان النهارده هو اللي بيحددني اعمل عمليه ايه، هو اللي بيحددني اعمل عمليه ايه. بمعنى مثلا ناس كتير جدا تيجي تقول لي يا دكتور هشام انت عمليه الشخير هتعملها لي، هتشيل اللوز، هو ده الشخير؟ لا طبعا. النهارده انا لما ببقى العيان اونتيبل تحت ايدي، انا بقدر احدد مثلا عايزين نوسع الحلق زي ما عملنا مع الاستاذ محمد. انا قلت له عملنا توسيع الحلق، لكن هل اقدر اشرح له انا عملت ايه؟ في منتهى الصعوبه، لان ده ما يبانش لساعه العمليه. يعني مثلا انا هوسع انهي عضله اللي هبتدي اشدها؟ انهي جزء في الحلق المرتخي اللي انا شايفه قدام عينيا وهو نايم وريلاكسد هبتدي اشده وابتدي اوسع الحلق بتاعه؟ هيتوسع على قد ايه؟ هتوزع لدرجه ايه؟ كل ده الحقيقه عشان كده عمليات الشخير عمليات مركبه، مش عمليه ما اقدرش اقول انا عملت كذا وهو ده العمليه، ابدا. فعمليه الشخير الحقيقه، وهي دي صعوبه وخبره الشغل في موضوع الشخير. الحمد لله بعد العمليه في تحسن. انا عايز اقول لحضرتك ان انا استعدت حياتي، اذا جاز التعبير، ورجعت حوالي 10-15 سنة تاني ورا حقيقي، حاسس بأكسجين، حاسس بحيوية جميلة جدا. عايز اقول لحضرتك ذوق، يعني اذا كان يجوز يعني التحدث في هذا الموضوع، ان حتى علاقتي الزوجية اتغيرت، اتحسنت جدا، في ايفورت، في باور، اكسجين، مش حاسس بالمجهود اللي كنت ببذله. الحمد لله. انا عايز اقول لحضرتك فعلا انا حياتي اتغيرت. انت نورتنا. الله يكرمك يا دكتور. نورتنا دكتور هشام. الله يكرمك. يبقى لقاء مهم جدا مع ضيفي العزيز الاستاذ دكتور هشام ابراهيم في واحده من ادق واهم حالاتنا على الاطلاق، الشخير اثناء النوم الذي قد يؤثر على حياه الناس. خلي بالكم من صحتكم، وخلي بالكم من سوائتكم، اوعى تسوق وانت هتنام. خليكم مع الناس الحلوه.
اللي عنده مشكله اللي سبب له شخير هو عنده مشكله في دخول الهواء اللي هم وزنهم طبيعي ويشخروا ده بيبقى عندهم مشكله في مجرى التنفس. عمليات الشخير عمليات انقاذ للحياه. كنت بعرف انا كنت اكره الليل يجي عليا. عيانين الشخير لما بنفك لهم السده بتاعتها بيبتدي يتحسن. عشان تخس لازم تنام كويس، فهو ما كانش بينام كويس بالظبط. لما يدخل الاكسجين وتتفك السده هينام كويس فيبدا يخس.